فضيلة الشيخ وفقكم الله، فتاة تسأل فتقول إنه تقدم لها شاب ولديه أخوان معاقان وشبه مجانين ولا يصلون ولا يصومون ومقعدين في البيت. تقول: وطلب مني هذا الشاب المتقدم للخطبة أنها لا تحتجب أمامهما، مع العلم أن في نظراتهم إلى النساء هي نظرة شهوة. سؤالها: بما تنصحها وهل تقدم على هذه الخطبة؟ لا، الذي يأمرها بأنها لا تحتجب عن الرجال ولو كانوا غير عقلاء هذه معصية، ولا تطيعه فيها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا شرط باطل. وغير العاقل فيه شهوة، وأيضا ما عنده عقل يحجز عن الحرام، ربما أنه يحصل جريمة منه، يحصل منه جريمة أو أذية للمرأة، فلا تقبل هذا الشيء. نعم.